حد من احفاد الشيخ خالد. القعدة دي بمثابة مجلس عرفي، كنا هنلجأ للقضاء، ولكن الراجل جه من مصر وجه بيتنا، بيت الشيخ ابراهيم، وما ينفعش ان احنا نرد زوار بيت الشيخ ابراهيم، ده الاصول عندنا بتقول كده. العظمة في الانسان انه لما يعمل شيء ووجد ان الناس كلها هذا الكلام غير مناسب، او قبلوه او فهموه او اجتزأوه عن طريق الاعلام او الى اخره، وياتي بنفسه يجي علشان يقول لك والله انا كنت انا اخطات كنت اخطات او كما تعتبرون ذلك، فانا متاسف. لا، كتر خيرك، احنا قابلين هذا الاعتذار ونشكرك ونرحب بك في قريه ام كلثوم. الشاعر ناصر دويدار وضح مجموعه من النقاط بخصوص تصريحاته الاخيره عن السيده ام كلثوم، وقدم اعتذاره عن الجدل اللي اثير في مواقع التواصل الاجتماعي. عمرو عبد الحميد، الحاليوم.